السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة الثانية من لعبة سلايم رانشر الجزء الثاني، مزرعة السلايم الجزء الثاني. طيب اليوم إن شاء الله بإذن الله عندنا مهام مرة كثيرة، لكن قبل ما نبغى نبدأ نبغى نسوي تطوير. بصراحة أنا افتكرت إنه في تطوير مرة مهم، تطوير حق الاستامينا اللي هو الباور كور. خلينا نروح نشوف إيش المطلوب منه. إيش جابك أنت هنا؟ والله يا دولة دخلوا في كل مكان، دخلوا في هذه، يا الله عليه. تعال 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 تعالي انت، نبغى نشيلك. خربت الدنيا علينا. فين نشيل هذا؟ فين نرميها؟ نبغى نرميها في مكان بعيد. شوف فيها شكلها كده، اكل، هي عباره عن بمبيه اكلت البلورت. فين كده؟ يلا روحي روحي مع السلامه مع الشمس. اوف طارت. عباره عن بمبيه اكلت البلورت حقت القطن البيضه هذه اللي معانا شايفينها، فتحولت كذا. طيب اول شيء شوفوا، لو تلاحظوا الاستمنه عندي بالازرق تحت شايفين موجود لين 100 صح؟ هذا اول ابجريد ابغى اسويه. لاحظوا هذا الابجريد، شوفوا اسمه باور كور. باور كور ايش يحتاج؟ 450 و10 قطن شايفين. فنحن نخلي القطن هنا، نرمي القطن واحد. يبغى اوف فين راح؟ فين ايش بو؟ اتذكر انه هذا خلاص كان ايوه اكتفيت. طيب نبغى نحط نحط القطن بلورد، فين نحطه؟ طيب كيف نرميه؟ نرميه كذا؟ لا نرميه هنا. هنا ايش بينا؟ حلو ممتاز، خلاص حطينا هنا واحد، فنبغى عشرة هنا. فهذا الجهاز لو حطيناه فيه انتهى، ما اقدر ابيعها. تمام يلا خلينا نروح نجيب التسعة ونجيب 450 عشان نسوي تطوير الباور كور عشان ناخذ الاستامينا 150. مره مهمه الاستامينا، هذا اول تطوير نسويه في اللعبه. طيب يلا نبدا حلقتنا بسم الله. طيب لاحظين، شوف 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 هذه الحركه جديده ما كانت موجوده في الجزء الاول، يمكن اضافوها. شوفوا فمهم كيف جعانين مساكين، بس هذول ياكلوا دجاج ما ياكلوا، لا لو رميت لهم جزره ما ياكلوه. انا اشوف تضغط اف واحد يقول لك كل سلايم، فين السلايم؟ ايوه هذا سلايم، يقول لك كل واحد ايش ياكل. هذا مثلا يقول لك ياكل دجاج، ياكل لحوم، ما ياكل الدايت حقه لحومي. طيب نجيب لك دجاج يا حبيبي، نجيب لك البساس كذا. عشان هذول كلهم خرجوا، فين راحوا هذول؟ والله والله خرجوا كلهم شكلهم جيعانين ولا ايش؟ هذول ياكلوا خضار، راحوا فين راحوا هذول؟ يبغى لي ابني لهم والله عالي زي هذا. شوف كيف ينطوا جيعانين، تعالوا خذوا خذوا والله على طول على طول. اكل شوف شوف ما يخارج كذا، ما يخارج، احطه هنا ينطوا. هذول اشقياء اشقياء، اظن لما يجيعوا يجوعوا ينطوا. طيب يلا خذوا، نبغى ناخذ. شوف كيف تنط، يا الله عليها يا الله. طيب ناخذ البلرت اللي هنا، ناخذ البلرت اللي هنا ونروح نجيب نجيب كمان. طيب انتوا جيبونا جيبونا، يلا خذ 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 خذوا كله كله كله. شوف هذه جات جوا، لا لا تجي جوا، لا تجي جوا تروح، انا ما احب الكبار هذول. ايوه تعالوا يا سلام، كله 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 ممتاز. ليه؟ يلا نزلوا عشان ابغى اجمع جمع جمع. اضغط كم جمعنا هنا؟ 10 18 تعالي يا الله عليه. هذه والله حسوونا ازعاج، شوف كيف راحوا كل مكان. لازم نطور قبل ما نجيب البيضه هذول، لازم نطورهم. حلو طيب طيب انا اجيب اللي هنا ممتاز. ناخذ ناخذ ايوه 17 بس 17. ليه بس 17؟ نضغط اضغط الزر عشان يجمع لي. ايوه نبغى على الاقل 20 عشان نجي نبيعهم. حلو ممتاز ممتاز، يلا نروح نبيعهم، نبيع البلورت حقهم هذول. لا ياكلوها، انا ما الكبير هذا ما ينفعني، الكبير ما يجيب لي شيء اظن. طيب 6 صار سعرها اليوم، يعني 178 لسه باقي لنا والله كثير، باقي لنا كثير. التطوير حتى الجدار العالي، اذا بسوي لهم جدار عالي كم يطول يكلف؟ الجدار العالي يكلف 260. بحطه هذول ما ينطوا، بشوف البساس والله من جد ما ينطوا، هذول القطن هذول ينطوا. حلو طيب طيب خلينا نروح ندور، نشوف في عندي 3 بساس هنا ارميهم. يا سلام حلو ممتاز. الدجاج فين؟ انا سويت مزرعة الدجاج هنا، فين الدجاج؟ احد اكلهم والله شكلهم اكلوهم البساس. طيب يلا خليني اروح اجيب الدجاج، فين واجيب دجاج واجيب محاصيل؟ ما ابغى اجيب البمبيات ولا بجيب. شوف شوف هذول فين جو، هنا قاعدين ياكلوا الاكل. روحوا انطلقوا بعيد، نظفوا المكان. لا ما ابغاكم انتوا هنا، هذول انا ما احبهم صدق، هذا كان ما اقدر. روحوا رميتهم. طيب نشوف المكان هذا نكتشف، نبغى ناخذ يا اكل يا ايوه. لا هنا ما في شيء، ايه بلورت ناخذ بلورت ما في مشكلة ناخذ. حلو 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 حلو، ما في رمان. لا ندور 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 هنا المنطقة، نستكشف، يبغانا نستكشف المكان. هذا المنطقة اللي هنا تمام حلوة. في رمان هنا، في رمان. لا والله ما طلع اصلا ما طلع. هذول والله جبت منهم راحوا، ابغى البلورت حقهم. فين البلورت؟ ايوه تمام 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 تمام، خذ الجزر. ايوه حلو، المنطقة هذه ما اقدر اخذ رمان، ما عندي مكان، لازم اسوي تطويرهم.
طيب خذ، نبغى نجمع من بلورت هذولا حتى نجيب التطوير الاستامينا. شوف هنا والله في كثير، هنا حلو، وهنا واحد، هنا تعال، ممتاز ممتاز. طيب في شيء نستكشفه ذحين هنا ولا مكان؟ خلينا نطلع طوالي. حلو حلو حلو، تعال تعال. ايوه جيب الجزر، نجيب لهم الاكل. الرمان ما نقدر نشيله، ما عندنا مكان. حتى الدجاج والله يبغالنا نجيب دجاج عشان البساس. طيب خلينا نحفظ الاماكن احنا، ترى الخريطه زي كذا. نجي في جزر هنا، خذ. حلو ممتاز رهيب. ايش هذا فتحناه؟ المنطقه الثانيه هنا مقفله. شوف الدجاج كثير هنا والله مره كثير. طيب طيب اقول لك خليني ارمي هذول بعدين اجيب منهم، وخليني اشفط دجاج. اشفط دجاج مره كثير، الديك ما اقدر اشفطه. اخذ هنا. طيب تمام، نبغى نسوي والله يبغى لنا واحد ديك بعدين عشان يجيب دجاج. انا ماني عارف الديك، الدجاج حقي مين اكله؟ اكلوه هم. بس جمع جمع، انا ابغى الحين. شوف جبنا جبنا 10 10 بس يبغى لنا فلوس الحين، يبغى لنا فلوس. طيب نطول طوال هنا. ايش في؟ ايه شوف هذا على طول يحطها في الريفاينري، يعني لو ضغطنا عليه شوف يقول لك عندك واحد، نحط لك 9 بس، بس 9. لا لا اكلوه اكلوه، يا الله عليهم، بعدوا عني. ياه انا فرحت انه باقي 10، خلاص 10 بس باقي لي الفلوس. طيب روحوا انتوا اشكاركم، هذه هنا كذا، هنا ما نبغى نروح المنطقه الثانيه قبل ما نستكشف هنا. حلو خذ هذولا. ايوه ناخذ هذه فلوس فلوس. يلا يلا اشفط 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 بلورت بالهبل. البمبيات هذول زي قلتهم. شوف هنا مكان دجاج، هذا حقه البسه، صدقوا حقه البسه شكلها اغلى. طيب نروح نودي لهم. حلو في دجاج، هذا الدجاج نبغى الدجاج، هذا الدجاج انواع واشكال اصلا. يلا حلو حلو، ما اقدر اخذ دجاجة هذه. شوف فين ينطنط وكيف. طيب ننزل تحت. ايوه هنا ايش في؟ ما تمام، نحن فكينا امس واحدة. حلو هذا، ايوه جينا هنا فكينا، ما عرفنا ايش سوينا بصراحة، فكيناها وطلعت لي مويه. ايش وظيفتها يعني؟ تطلعني فوق. اوه والله ما ادري عن الحركة هذه. استني يلا طلع. السلام. تعال الدجاج، انواع الدجاج، تعال نبغى دجاج كثير عشان نجيب البساس يجيبوا لنا لحم. هذا ايش هذا؟ ايش؟ اوف شوف انا اقول من اول هذاك في شيء، شوف انفتح انفتح هذاك الشيء، ايش صار؟ والله خطير، لازم اللعبه هذه استكشاف ترى فيها اسرار. طيب يلا 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 جيب الدجاج هذا، جيب الدجاجه. حلو ممتاز. هنا ايش في عندنا صار؟ اوه دخلنا منطقه جديده. ايش المنطقه هذه؟ اوه والله مكان جديد مرة، عالم جديد. بس يبغالنا والله لسه ما نستكشف هذا، يبغالنا اول شيء نجيب ال طيب هنا ايش في هنا؟ بس نستكشف شوية ما نمشي. بمبيات برضو، اقول خلينا نرجع دحين نبيع الاشياء اللي عندنا، نبيع الاشياء اللي عندنا ونرجع المنطقة هذا. لسه خلينا نختم المنطقة اللي قبلها قبل ما نجي هذه المنطقة، صح؟ يلا رجعنا رجعنا. واو والله مليان مليان هنا ناخذ، شوف شوفوا مليان في كل مكان، بس ما عندي مكان اشيل. خلاص خلينا نرجع، بس خلينا نرجع خلينا نرجع. والله الدنيا جميله حتى في الليل، مره خطير. شوف المنظر كيف القمر هناك، رهيب صراحه. الجزء الثاني بصراحه معتنين فيك مره كثير. طيب يلا خلينا نرجع، ما عندي اماكن اشيل الحمرة هذه، شوفوا كيف ملميه كل مكان. نبغى فلوس نحن. طيب يلا يلا رجعنا، لازم شوف الاستمنة حقتي، الاستمنة حقتي مرة قليلة، لازم اروح اسوي التطوير حقها. لكن قبل ما اسوي التطوير خلينا نحط لهم دجاج، ندي البساس هنا دجاج. تعال جبت لكم دجاج محترم ياكلوا، شوفوا كيف اصلا جعانين اكلوه. شوفوا الدجاج عندكم بنمي هناك، شوف. لا لا تخرجوا لا تخرجوا، ايوه شوفوا والله اكلوا اكلوا الدجاج. مساكين كنتم، ايوه ايوه مرة الدجاجة تتحدد لما تقول باك. طيب يلا خلينا نبيع نبيع هذا، كم صار سعرها؟ 6، والله مرة قليل. حلو 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 حلو. طيب وهذه الأربعة كم تنباع؟ واو حق البساس تنباع ب 36، شوفوا قديش تنباع ب 36. أوف أوف أوف، هاتوا 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 شوية، لأنه كم الأبجريد أظن يبغى لي 450. فينهم فينهم؟ حلو هاتوا هاتوا، انتوا خليكم ابساس، انا بس ابغى لا ارجع ابساس ارجعهم. ايوه ارجع هذه هذه، لازم نجيب لكم اللي يجمع البلرت. لا اخ تعالي تعالي هنا، لا تخرجوا لا تخرجوا لو سمحتوا. شوف مبسوطين، اول كانوا جعانين كذا طالع من فمهم الريك. طيب يلا نرجع هنا ندي،
يا سلام، حلو 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 يا 694. يلا نسوي التطوير، هذا اهم شيء التطوير عندنا، هذا اهم شيء اليوم ان نسوي تطوير. التطويرات هذه مره مهمه اصلا. اوكي هالباور كور يلا سوي له تطوير، صار زدنا 50. طيب حلو حلو، فين شوفوا كيف 150 صرنا، ممتاز. التطوير اللي بعده لازم نسوي طيب لازم هنا. طيب ايش نفكر بعدها؟ خلينا نشوف اللي بعد التطويرات، نشوف هذه مثلا، يعني هذه بسيطه عشان نزود لنا الريسورس هارفست، يعني 10 قطن برضو 10 قطن. هذا ايش تبغى؟ لا هذا ما نبغى، السرعه ما نبغاها دحين. الجيت باك والله مهم، بس يبغى لنا فوسفورس، يبغى لنا راديانت اور. هذه شوفوا هذه البساس ايش يسوي لنا؟ هذه امروف، هذه مرة مهمة ترى، التطويرات هذه مرة مهمة. اوكي اخذنا تطوير الباور كور الاول، الباور كور الاول اللي طورناه، تمام. يلا نرجع للمزارع حقتنا ونشوف فين 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 فين. تعالي تعالوا انتوا ادوني فلوس، يلا كله 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 كله، يلا 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 ادوني فلوس، ادوني فلوس، ادوني فلوس. شوف هذول كلهم طاروا طاروا كلهم اللي هنا طاروا. كم ما في؟ يلا يلا جمع جمع جمع، اسحب 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 اسحب. ايوه بس ايه 15، يلا ناخذ ال 15 نبيعه ونشوف ايش نسوي تطوير. يا اننا نحط لهم البساس هنا، ما عندكم شيء انتم؟ والله خلينا نروح نطور. بس انا ابغى مزرعه الدجاج كمان عشان البساس استفيد منهم، البساس 36. شوف هذا 334. طيب ايش نسوي لكم تطوير؟ لا اظن هنا لازم نسوي تطوير للقطن صراحة، نسوي لهم هاي وول كمان. يلا هاي وول، خلينا نروح نجيب دحين من هنا ونحطه عشان ما يقدروا ينططوا فوق. نروح نجيب، يلا نجيب، ممتاز. يلا انطلقنا. والله الفسفور هذه مهمة. طيب تعالي، هي ايش تاكل؟ خلينا واحد نشوف ايش تاكل هي. لا هذه هذا حلو، هذه فتحناها. ايش تاكل؟ تاكل والله خضروات، تاكل خضروات. طيب ناخذ منها دحين، نجمع، نحن نجمع ونشوف بعدين يمكن نقدر نشوف الفلوس. اوه شوف شوف البمبيات، البمبيات حلو. يلا ممتاز، حلو، واو. شوف ناخذ كمان من البساس عشان جبنا لهم. يا الله خذ الريسورس، شوف الريسورس حقهم مرمى في كل مكان. هذه يلا ناخذ منك برضه، ناخذ منك. هذول ما يطلعوا الا في الليل ترى، ما يطلعوا الا في الليل. يلا حلو 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 حلو، يلا تعالوا تعالوا، نبغى نجمع منك ونبغى نسوي مزرعة. لا 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 حلو ممتاز، يا سلام. ناخذ اللي نقدر ناخذ على هنا، ايوه يا سلام، حلو 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 ممتاز. جمع جمع جمع، الدجاج ما اقدر اخذك والله دحين. يلا جينا محملين، عندنا كثير من البلورت. يلا يلا بسرعه، كم اليوم هذا القطن؟ كم 22؟ يلا طيب 22، ما هو بطال ما هو بطال. خذ 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 22، حلو. خذ هذا 6، حلو. يلا عندنا 634، خلينا نحط هذول الطايرين اللي هنا، يقدروا يطيروا ويطلعوا من هنا ولا ما يقدروا يطلعوا؟ شوف ايوه يقدروا يطلعوا ولا لا؟ ما يقدروا ما يقدروا. حلو 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 حلو، يلا لا تطيروا لا تطيروا لو سمحتوا، ويطيروا يطيروا. والله ما ادري شكلهم كانهم يطيروا، خلينا نقفل عليهم اذا يطيروا. اير تايت ايش يقول لك؟ اير نت بري ذا كفر ذا توب اوف. ايوه ايوه ايوه، لا 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 قفل قفل عشان ما تطيروا، انتوا عارفكم والله. خليكم كذا ممتازين ممتازين، راحت فلوسك راحت فلوسك. بس ايش نسوي عاد؟ خلينا نروح نجمع كمان، نجمع. شوف البساس يا حالاتهم كذا يقعدوا في مكانهم الصغير، ما يحتاجوا نطنطوا في كل مكان. الدجاج انا ماني عارف والله الدجاج كيف، ايش اقدر اسوي؟ ابغى اسوي مزارع كمان، ابغى اسوي مزرعه ايوه جارديان، بس يبغى لها 250. خلينا نروح نجيب فلوس ونرجع، نجيب فلوس ونرجع. يلا بسم الله. طيب خلينا نستكشف المكان، نطلع. ايوه رمان، هاتوا رمان كثير، نبغى رمان ونطلع فوق. اوه هذا هنا ايش يبغى؟ يبغى ياكل ايش؟ ياكل، لا ياكل خضار، هذا ما ينفع ياكل خضار. فين مكانه؟ هنا مكانه. خلينا نروح نجيب له جزر ونرجع، نرجع للمكان حقنا. يلا واو شوف مره في كل مكان، قلبي ما يطاوعني يا باخذها، مليان مليان مليان. يلا خلينا نرجع، بس والله مليان المكان، نقعد نجمع فلوس. يلا رجعنا، خلينا نبيع الاشياء اللي عندنا. اصلا مرمى يا بلورت هناك في كل مكان، هذه القطن والبمبيه. خلينا نشوف القطن هذه كم، يلا نبيع بيع. دب 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 دب، هات 22، وهذه لسه 6 يعني ما تغير سعرها. طيب والله برضو فلوس، عندنا فلوس عندنا فلوس، شايفين نحن الحين صارت عندنا فلوس كثير. خلينا نبني مزرعه ثانيه كمان، الحين نحن هنا بنينا مزرعه البساس، خلينا نبني هنا مزرعه القطن. طيب فين نبغى؟ لا لا فين بلوت؟ ايوه نبغاها
مزرعة لإيوة هذا، يلا خذ أقعد هنا، أقعد 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 حلو. لازم نسوي له، لازم نطوره، لازم نطور الجدار العالي. أيوة جدار عالي عشان لا تنطوا، بالله عليكم لا تنطوا، هذول مزعجين. خليني أروح أحط لهم هذول. أيوة هذول قفلت عليهم مساكين. خليني أحط لهم أيوة. أيوة تعال 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 تعال. يا سلام، يلا كلوا كلوا جمعوا لي، وابغى والله اللي يجمع الفلوس، انا احب اللي يجمع الفلوس، بس الفلوس يبغى لها 500 كثير. طيب انتوا طلعوا طلعوا وانا اتفاهم دحين. هنا هذا خليناه عالي، نبغى مزرعه، نبغى مزرعه عاديه تطلع جزر. كيف نسويها؟ جزر جزر جزر، انا ناسي والله، اتذكر اتذكر كانت هذه جارديان نثينج. شوف هذه كيف، يلا المزرعه هذه شوت فروت وفيجن ذا ديبوزيت وبيجن جروينج مور اوف ذا تايب. حلو، يعني نجيب جزر ونحط نحط الجزر هنا، وبعدين هم يطلعون لنا جزر. حلو، ايش طلعهم هذولا؟ ايش طلعكم؟ الله، يبغى لي مكان عالي انا احطكم، لازم اروح اجيب فلوس واحط لكم مكان عالي، ما ينفع للشيء اللي سووه هذا، ما تنفع. طيب يلا يلا، والله مليان هناك اصلا البلورت، تركناه. واذا في جزر كمان نجيب معنا جزر. حلو، اوف شوف شوف ممتاز، اوف جمع جمع يا حبيبي. لا ما ابغى البمبي هذا، انا ما ابغى خلاص، ما ابغاك اصلا، ما احتاج اني اجمعهم عشان اخذ منهم، المكان مليان فيهم، شوف كل مكان فيه من الابيض ومن البمبي، قاعدين ياكلوا في الطبيعه ويتكاثروا ويرمون البلورت، فلا نحتاج نربيهم صراحه. تمام، بصراحه الاجواء مره رهيبه، اللعبه اجواءها مره خطيره كذا، تحسها ريلاكسنج، فيها متعه غريبه اللعبه هذه. الجزر والله اخذناه وما راضي يطلع. مشكلة احنا حايسين والله بالله، اخذنا كثير. خلينا في جزر هناك، ابغى جزر صراحة. شوف الخريطة ترى خلاص كنت احفظها بصراحة، تقعد تلعب في المكان. ايه ما في، احنا فتحنا خريطة ثانية بس ما يحتاج نفتحها بصراحة، نروح الاماكن ونضيع على نفسنا. طيب كل مكان رمان صراحة، جزر ما في، شكله جزر اليوم الثاني يجي ولا كيف، ما اعرف. الدجاج والله ما اشتغلنا على الدجاج، انا ما نعرف الدجاج. في جزر؟ والله في جزرة واحدة هنا. والله رمان 15 صعب اني ارمي الرمان عشان جزر. طيب خليني ارجع. نبغى شيء يختصر لي يرجعنا بسرعه. يا الله جيت مع الجزر. راح كل شيء مني. طيب اشياء تفرتكت، والله كنت شايل اشياء مره كثير. طيب يلا ما في مشكله، العجله كنت طاير طيران طيران. يلا يمكن حصل جزر دحين، يلا نرجع نشوف اشياء انا. شوف الجزر قام يطلع صح. يلا يلا جمع، اول كان عشان اخذناه ما نفع. طيب عشان نوفر وقت، ما دام اخذنا الجزر بدري، نروح نحطه في المزرعه عشان يطلع ينمو. ممتاز، انتوا ايش خرجكم يا بساس؟ لا تخرجوا والله، يبغى جاعوا جاعوا مساكين جاعوا، يبغى لي اجيب لهم دجاج. خلينا نزرع جزر هنا، نزرع خلاص، تحطوا جزر هم يطلع. شوفوا طلعوا بساس على طول، على طول طلعوا، لما يجوعوا اظن يطلعوا. كنت اقول انكم عاقلين، لازم نبني لكم مكان عالي. طيب نرجع نرجع نجيب دجاج. واو شوف كيف الغروب هذا، ولا الشروق ولا ايش قلعته. طيب والله انا زعلان على الاشياء اللي حقتي طاحت، يلا خلينا نروح ندور غيرها. يلا هاتوا لي بلورت، هاتوا البلورت اللي ضيعتوه مني، اللي طار مني. هذول شوف هذول ياكلوهم ولا والله ما انا عارف ايش اسوي هذا. يلا بعد عنه، انا ناسي اللعبه بس فاكره كان موجود في اللعبه. حلو، نحن جبنا جزر. حلو حلو، خلينا دحين نروح ناكل هذاك، ناكل هذاك ابو اللي بياكل. يلا بسم الله، رجعنا له. شايفين في الخريطه هنا مكان، وخلينا نروح له. يلا ممتاز، جمع بلورت هذا، جمع هذا. ايش قلعت هذا؟ فسفور. طيب ارمي هذولا وخذ من هذا الفسفور. حلو ممتاز، فسفور هذه مهمه ترى، اظنها غاليه كمان. طيب شوف 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 هنا مره كثير، لقط لقط لقط، ما يحتاج هذولا نشيلهم. حلو طيب دجاج، يا قلبي ما اقدر، المشكله ما اقدر اشيل. طيب نطلع هنا ورا ونشوف هذا ايش عنده، ايش عنده هذا. واو شوف شكله كيف. طيب خذ 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 خذ، ما يشبع ما يشبع، نعرفه ما يشبع ما يشبع، ما نعرف ايش عنده اذا اكلناه. طيب نرجع، شوف ما ياكل، مشكله انه ما ياكل رمان، رمان ما ياكل. هنا في دجاج، هات الدجاج، ابغى دجاج. تعال تعال هذه هنا، هنا لا ما ابغى احمر، في دجاجه، تعال الدجاجه هنا. ممتاز ممتاز، اخذنا دجاجه، وهنا دجاجه ثانيه. حلو ونجمع دجاج، خلينا نرجع نرجع. رجعنا رجعنا المدينه حقتنا، شوفوها يا سلام رهيبين والله، بس اشتغلنا شغل. شوف المزارع حقتنا قبل تكبر صح، هذيك فاضيه ما فيها والله. فين راحوا؟ يختفوا في الليل صدق،
يختفوا هم بس يحطوا الله. طيب نسحب حقهم، نسحبهم. اظن نجيب نجيبهم هنا، البيض هذول نجيبهم هنا تمام. ولا هناك ايش خرجهم؟ انا ما مقفل عليهم. يا الله هذول مزعجين مزعجين، لازم اقفل السقف. طيب تعال استنى استنى، خليني اروح ابيع واجيكم، اجي ابيع واجيكم. يلا والله مزعجين هذول. كم تنباع الزرقاء؟ الزرقاء كم تنباع؟ 32. يا سلام بي 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 بي. يا سلام. هنا هذه كم تنباع؟ 22. حلو، خليني ارجع الحين اسوي لهم السقف. هذول مزعجين هذول، هذول هنا تعال تعال تعالي. يلا نشفطهم نشفط اشفطهم، حتى البساس نشفطهم ونسوي لهم مكان. شوف فين طلعت هذا، ما لا تاكلي البلورت حقت غيرك، ما يصير. طيب مشكله يطلعوا ينظفوا المنطقه، اذا في دجاج في شيء ياكلوه. خليني احط لهم شبك عشان ما يطلعوا منه. شبك ايه، فين الشبك؟ ايوه اير تايت، لا هنا اير تايت، اير نت. احط لهم مع انه غالي بس ما يطلعوا، بهذلوني. اقعد هنا اقعد. ها لا تخرج. واحط لكم والله، شوفوا 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 احط لكم. كلوا 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 كلوا. ممتاز، لا تخرجوا بس. البساس هنا برضو لازم نسوي، شوف هذا هذا كذا ناخذه وبالشلوت بو اطلع برا عننا. ولا ما هذول ما ياكلوا الرمان. اها ما ياكلوا الرمان، معليش معليش. هات الرمان، هات هات هات, هات الرمان. ممتاز، هذول ندي الرمان، ندي لهذول، هذول ياكلوا مقبر ما ترد ميت، تعطيهم اي شيء ياكلوا. حلو ممتاز ممتاز. يلا اشتغلوا اشتغلوا. شوف بيحاولوا بيحاولوا يخرجوا، شوف بيحاولوا يخرجوا المجرمين، شوف بيحاولوا يخرجوا. شوف الجسر كم يطلع. يا سلام حلو 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 ممتاز. يلا جمع جمع جزر داخلي، عندنا اكتفاء ذاتي. اكتفاء ذاتي. طيب يلا خلينا نرجع للام نعطيها جزر ونشوف. ايوه اظنها هي هنا. تعالي 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 يا حبيبتي تعالي، كلي 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 كلي. لا ايش بقى، لازم احطها في فمها يعني. لما عيونها ايوه انفجرت. اوف ايش المكان هذا، واو حلو 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 حلو. ناخذ الجزر هذا كمان، ناخذه ما اكلته كله. هذه زي قلت اوف اوف. ايش في هنا؟ مقفل على شيء ما. اوه ايش في هنا؟ ايش هذا؟ اوه فتح لي مكان ثاني، هذه منطقه ثانيه فتحت. والله اليوم فتحنا منطقتين، فتحنا منطقتين اليوم. حلو ممتاز ممتاز. يلا شوف كيف فين مكانها، فين نرجع لها. اوف آه. حلو حلو رهيب رهيب. طيب والله سوينا انجاز اليوم اظن. خلينا نرجع بس، ما نروح مناطق ثانية، ما نروح مناطق ثانية، خلاص أخذنا ديك. أقول لك نرمي نرمي الرمان صراحة، الرمان ما ينفع. أيوه أيوه. ونجيب الدجاج، الدجاج كثير هنا. يلا نرجع. سلام المكان حقنا قام يتطور صراحة، يكثر فيه، بس هنا لازم أحط فيه شيء. طيب هنا المزارع. طيب الدجاج أنا ممكن ممكن أنتوا تصيروا طيبين، المشكلة يجوا ياكلوهم. صدق انه يجي ياكلوهم. لازم نعلي لهم السور صح؟ نعلي لهم السور. يلا لا حد يهجم عليكم، جيبوا لي كتاكيت لو سمحتوا لو سمحتوا. هذول ايش بهم هنا؟ هذول يبغوا. طيب خذوا، والله انه هذول احسن من البنكيات، يدوني هذا الابيض. شوف الابيض الحين اروح ابيعه، شوف قديش اخذ منه. شوف شوف ها كم حط. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام. شوف 14 والله قل. كانت 22. شوف البنكي صار 7. شوف الاشياء الثانيه هناك. يلا يلا خلينا كم عنده 326، ما يكفي كذا اظن، كذا يكفينا اعزائي المتابعين. شكرا لحسن متابعتكم صراحه، اللعبه رهيبه. اوه شوف كيف، لازم اجيب 500 عشان ايش؟ عشان اسحب من عندهم البلورت. نجيب 500. طيب انا بقفل المرحله لكن قلت خلي ما دام في 500 نجيبها عشان ايش؟ عشان يساعدني في اللم. اللمة هي المشكلة، انه رخصوها، ولا كنت اجيب بالراحة اجيب 500، ما اقدر اجيب 500. والله جبت 500، خلاص يصير كذا. نحط لهم هنا ايش؟ نقول لهم جمعوا لي البلورت، انا ما احتاج اجمعه. يا سلام شوف زي كذا تحطه خلاص. فين هنا؟ يسحب يسحب اي شيء جوا، بس ترمي لهم. شوف بيخرجوا بيخرجوا. لا تنسونا من الاعجاب وفي امان الله.